مرحبا مشاهدين قناة زاكروس الفضائية. مثل ما عودتكم القناة على إجراء الاستطلاعات في مختلف المواضيع، استطلاعنا راح يكون اليوم تاريخ لن تنساه طول عمرك. تعالوا نشوف آراء الناس بهذا الموضوع. تاريخ بحياتك ما تنساه؟ 10/9/2019 كانت وفاة عمي الله يرحمه، يعني هو مثل والدي مربيني، فيعني مستحيل انساه هو هذا التاريخ. يعني 26/7/2022 ذكرى زواجي. هذا تاريخ فرح نعتبره؟ اي طبعا. قبل 4/4 بنفس السنة يعني بداية علاقتي قبل الزواج. تاريخ اليوم شنو سبب؟ والله بطلت من شغلي. للاسف. للاسف يعني بيشوفون الولد هسه يعني مشاكل وتعرف تعبنا هم بعد شغل، فحيطلع يعني تعيين ان شاء الله عن قريب يطلع تعييننا، فبطلت من شغلي. تاريخ ما تنساه بحياتك؟ يعني تاريخ ولادتي، هذا تاريخ طبعا من اجمل التواريخ اللي صار، واكيد هذا التاريخ كله جميل لي اللي هو 1/6/2004. تاريخ كله جميل وينذكر كل سنه ويتم الاحتفال به، لان دائما تكون به مفاجات كلش حلوه لي من قبل اشخاص قريبين علي، فدائما يسووا لي بعض المفاجات الحلوه بهذا اليوم. 2012/3/5 وفاة والدي. تاريخ بحياتك ما تنساه طول عمرك؟ طبعا اكيد هو تخرجي. هذا اليوم اكيد ما انساه، لان يعني هو اللي يعني تعرف الخريج من الكليه الحياه تصير قدامه بعد احلى ثقافه وعلم ومعرفه، فهو يوم 2015 شهر السادس.